السلام عليكم، شحال من مرة كنلقى ميساجات ديالكم ولي كومنتير بزاف ديال الفيديوهات اللي كتقول ليا فيهم مثلا انا كنكون كنشرح شي ايبيزود ولا شي حاجة، وكاين منكم اللي كيقول ليا انا عجبني البراسلي اللي داير في يديك، خلينا اليد ديالو حتى حنا منين ناخذوه، دير لنا فيديوهات على لي زاكسيسوار اللي كيداروا ديال اليدين ديال الدراري ولا حتى ديال الدريات. دونك هذه الفكرة اللي عجبتني بزاف، عمرنا درنا فيديو على منتجات بحال هادو، داكشي علاش في هذا الايبيزود غادي نديرو التوب 5 اللي هي السلسلة اللي كتفضلوا كثر في لاشين. اجي نسولك هاد المره ما غنديروش توب 5 ديال لايت تيك، ولكن غنديرو توب 5 ديال خمسه ديال لي زاكسيسوار ديال الدراري. دونك المره الجايه نقدروا نديرو فيديو ديال خمسه ديال لي برودوي ولا لي زاكسيسوار ديال الدريات، علاش لا؟ هادشي اللي كاين. دونك ما نطولش عليكم، بداو نيشان لا فيديو باش تعرفوا اكثر عليهم، بقاو معنا. اول حاجه قبل ما نشوفوا هاد خمسه ديال الاكسسوار اللي اختاريت لكم اللي صالحين للدراري، دونك صراحه انا عجبتني هاد الفكره. دونك كنديروا دي تيست فلاشين اجينس ديال المنتوجات ولي برودوي لي اي تي، دونك علاش لا ما نديروش حتى منتوجات اخرين ديال لي اكسسوار ديال الدراري ديال الدريات حتى الحوايج، مع دابا فصل الشتاء قرب والبرد غادي يبدا، دونك علاش لا ما نجيبوا حتى حوايج اللي يكون الثمن ديالهم رخيص بزاف وتكون لا كاليتي ديالهم مزيانه. دونك انا عمرني صراحه عمرني ما شفت حوايج من الانترنت، مي هذه فرصه اللي نقدروا نخدموا عليها في ديزيبيزود جايين. دونك داكشي علاش الا بغيتوا نجيبوا خمسه ديال الاكسسوار ديال الدريات قولوا لي في لي كومونتير، والا بغيتوا حتى الحوايج اللي يكونوا رخاص قولوا لي في لي كومونتير، وان شاء الله نوصلوا هذا لا فيديو 5000 لايك. دونك الا وصلت 5000 لايك مورا ما تلاح هذا لا فيديو، ان شاء الله غادي ندوز نيشان كوموند اللي فيها خمسه ديال لي برودوي ديال الدريات، وموراها غادي نجيبوا ان شاء الله الحوايج لي الفصل الشتاء. هادشي اللي كاين، ندوزو دابا النيشان نشوفو هاد خمسة ديال الاكسسوار اللي جبت لكم، ولا ليان ديال لي برودوي كاملين غتلقاهم في لا ديسكريبسيون تحت لا فيديو الناس اللي غادي يبغيو ياخذوهم. دونك غادي نبداو النيشان، هادو هما اللي مولف كنلبس، دونك اغلبية كتقول ليا مني خديتهم، هادو كان جابهم ليا الياس شكرا ليه بهاد المنبر، هادو كانوا من مشى لتركيا شحال هادي، وهادي راه عارفينها الناس ديال مراكش كاينة في جامع فنا راه كيتباع مع 5 دراهم. الناس ديال مراكش غادي يكونوا عارفين، داكشي علاش قلت نجيب شي وحدين بحال هادو اللي كيشبوا لهم من مواقع اللي تقدروا تاخذوهم. داكشي علاش لقيت هذا، هذه الشكل ديالها زوين وما غالياش بزاف، شوفوا الديزاين ديالها كيفاش كتبان، هذه كاع احسن من هادو اللي عندي، وكيف ما قلت لكم رخاص بزاف ما غاديش تيقوا الثمن ديالهم، كدير هذه كامله بهذا الشيء كامل كدير 35 درهم. هادو الثمن ديالهم في المغرب في لي ستور اللي كيبيعوهم راه كتوصل ل 200 درهم 250 درهم، حيت فيهم بزاف ديال الحوايج ولا كاليتي ديالهم واعره. دونك هادي هي 35 درهم، كيف ما قلت لكم اللين ديالها في لا ديسكريبسيون تحت لا فيديو، وندوزو نيشان نشوفو نحلو هادي اول وحده، شوفو لا كاليتي ديالها كيفاش كتبان، والله الا لا كاليتي ديالها واعره شي حاجه طوب، 35 درهم راه ثمن لي واعر. نجربها في يدي، ها هي شوفو كيفاش جات، انا بعدا عجبتني، قولوا لي الراي ديالكم نتوما في لي كومونتير. ندوزو للثانيه، هي هذه هذه كتبري وهذه مات، والله الا جات واعره، سير هاد الجوج ب 35 درهم صافي برك ما عندنا ما نديرو بهذه. شوفوا هذه حتى هي، بعد هادو ما تصيدناش فيهم كتجي لها هذا الشكل، ما عرفتش كيفاش كتركب، المهم يمكن كتجي دايره بحال هكا خربقتها. المهم كيف ما قلت لكم غير هاد الجوج راه واعرين، وهذه حتى هي ما بها زوينه، غتجي مع شي لبسه اللي كان فيها الكحل هذا غتجي واعره بزاف، والله الا واعرين ما تصيدناش في هادو. ها واحد بعدا، ثاني حاجه غادي نحلو هادي، واو هادي بزاف، هادي واعره على هادشي كامل، شوفوا كي دايره هادي، والله حتى الديزاين ديالها شي حاجه لي طوب، وتا هي الثمن ديالها غادي يصدمكم الا قلت لكم كيدير 36 درهم. هادي غادي تلقاو في الزنقه وداكشي غتلقاو مع الجهد موجودين، يقول لك 50 درهم 30 درهم، ولكن لا كاليتي راه ماشي هي ديال هادي، هادي الحجر ديالها واعرين بزاف، واللي بحال هادو في المغرب كيكونوا دايرينهم في بواطا وداكشي راه كيسواو الثمن، الا قالوا لك 150 درهم ولا 200 درهم راه هذاك هو الثمن القليل باش غادي يبيعوا بحال هادو في المغرب. المهم كيف ما قلت لكم لي ليان في لا ديسكريبسيون، والا تقاداو راه غادي يكونوا وحده اخرين في كيرباس، غنشوف الا ما بقاش ستوك غادي نخلي لكم شي وحدين كيشبهوا لهادو. الاكسسوار الثالث اللي هو هذا، هذه عاديه الثمن ديالها كدير 26 درهم، حلو نشوفوا كيفاش دايره، اش من عاديه، واو على كاليتي كي دايره، شوفوا شوفوا راه كاليتي بعينيكم، هذا جلد يمكن باينه جلد، شوفوا كيفاش داير، ولا فينيسيون كتشوفوا في الفينيسيون واعره بزاف، اللون ديال هذا كحل مات، هذا مات، هذا شويه مات،
هذه بوحدها خصها تجي في اليد بحال هكا. دونك ملي كتسد كتجي على هذا الشكل. انا كجاتني كبيره دونك غتختاروا لي طاي على حسب اليد ديالكم. مي شوفوا الشكل ديالها كيفاش جا، حتى هي واعره بزاف مع هذه. انا هادو ما لبسهمش كاملين، لبس غير هاد الجوج ولا كل مره وحده على حسب اللبسه. وهذه حتى هي لبسها بوحدها. ونسيت ما جربنا حتى هذه بوحدها، شوفوا كيفاش جات. انا هذا هو الشكل اللي عز عليا، هي تكون شي حاجه سامبل عاديه بحال هكا وحده، ولا يكونوا غير جوج بحال هكا بلاش من هذه. الاكسسوار الرابع حتى هو ديال الداري، هذا بزطام اللي نقدروا نحتاجوه في واحد اللعيبه زوينه غنوريكم. هذا كان دار البوز واحد الوقيته وكلشي ولا كيبيع فيه، لا في ميريكان لا في لي سيت كاملين، لقيتو في جير بيست. دونك كيجي على هذا الشكل، شوفوا بزطام كيفاش داير، الشكل ديالو زوين سامبل وعادي وصغير. وهذا عرفتي فيه بزاف ديال الالوان اللي تقدروا تختاروا، كاين اللي فيه هنا الكري، هادو فيهم الزرق، كاين اللي كامل الكحل، وهنا شويه ديال الكري مغلوق. دونك كاين بزاف ديال الاشكال اللي تقدروا تختاروا. هاد البلاصه غتقدروا ديروا فيها مثلا الوراقي ولا فلوس ديالكم ولا الصرف. وهاد البلاصه شوفوا كيفاش دايره، كتحلها بحال هكا، هادي بعدا عيار غير كتحيدها بحال هكا كتعاود تلصق وكتجبدوا هادو بحال هكا. هادو هما لي كارت، بلاصه لي كارت ديالكم. الا كنتو دايرين لا كارت، انا كارت ناسيونال، كارت مثلا ديال الترام، كارت ديال البنكه، كتخشيوهم غير عاديين. ومنين كتسدو بحال هكا وكتحلهم كيتجبدوا مستفين بحال هكا. شوف الفكره اللي واعره بزاف، وهادشي علاش عجبني هاد البزطام وهاد الديزاين ديالو والشكل ديالو عجبني بزاف. عاد فكره اللي زوينه، ما بقاش ديما نقلبوا فينا هما لي كارت، تكون عندكم واحد هنا شحال خمسه ديال لي كارت ديروهم هنايا وتسدو بحال هكا، وقت ما تجبدوهم كيتجبدو مصافين بحال هكا، وهنا ديروا الفلوس مثلا. وندوزو دابا نيشان لاخر برودوي اللي هو حسانه ديال الرجال. الشكل ديالها زوين، ما عيباش ليكم هنا. المهم هاد الماركه معروفه كامل كدير هادشي ديال الحسانات ديال الرجال وديال العيالات. غادي نحلو نشوفو هادي كي دايره. بعدا البواطه صارعينها، فيها مرايا يمكن نشوفو وريقات الشينويه. واو واو، شوفو كيفاش دايره. انا خديت هادي حيت الحجم ديالها صغير، ديها معاك فين ما كنتي، يعني الا كنتي مسافر تقدر ديها معاك ما غاديش ديرونجيك، صغيره. حيد بعدا هادي، هاد اللون ديالها جولد واعر بزاف. دونك علاش قلت لكم زوينه، عجبتني حيت اول حاجه كتشارجا، يعني تقدروا تشارجيوها ديها معاكم في فين ما كنتو، تقدروا تستعملها حتى في الدار مثلا. و اللي زوين فيها هو انه فيها جوج ديال الحسانات. ها اول حسانه هي هادي، الا بغيتو مثلا تحسنوا داكشي كامل في وجهكم مثلا ما تبقى فيه حتى شي حاجه. وكاينه الحسانه اللي معروفه هي هذه، كتحل من لهنا، ما عرفتش هذه الا بكتو على هاد الجوج كتحلوا هذه الا بغيتو تنقيوها. وهذه يمكن هي ديال هذه، ها هي هذه حسانه اللي معروفه. هذه تقدروا تحسنوا بها مثلا لي بات اللي تحت اللي في الجناب ديال الوجه وبزاف ديال الحوايج. دونك كاين فيها جوج ديال الحوايج في حسانه وحده، و كومباكت صغيره تقدروا ديروها معكم فيما بغيتوا وكتشارج. هادشي اللي زوين فيها، دونك ما تحتاجوا لا سلك لا حتى شي حاجه، كتخدم يمكن من لهنا. نشوفوا واش فيها مشارجيه ولا لا. واه خدام. ها هي تبان لكم كتخدم. دونك ملي كتحلوا هادي كتولي خدامه هي بلاصتها، كتعاود تسدها بحال هكا، ها هي كتولي هادي اللي خدامه، تحلو كتولي هادي اللي خدامه. و هادي هي المرايا، وها هي المرايا، ها انا فين كاين. واو والله الا المرايا واعره بزاف. الا كنتو مثلا مسافرين ما كاين لا مرايا لا والو، غتحسنوا من هنا وفي الوقت نفس الوقت تشوفوا الوجه ديالكم شنو داكشي اللي حسنتو. والله الا فكره اللي واعره بزاف. وهادشي علاش خسريت هادي، حيت صغيره. هنا ما عرفتش شنو كاين في البواطه، كاين يو اس بي. واه لا يو اس بي شحال صغير، عمرني شفت بحال هذا. هادي باش كتبدلوا هذيك الوسطانيه اللي شفنا اللي كتحل، راه عاطين مع لي زاكسيسوار. دونك المهم كيجيو على هذا الشكل. ونسيت اخر حاجه، هو الثمن ديال هذه كيدير تقريبا 89 درهم. دونك هي الغاليه في هاد لي برودوي كاملين اللي ما كيفوتوش 100 درهم، مي لا كاليتي ديالها كتستحق. دونك تلقاو باش تلقى كاليتي بحال ديال هاد الحسانه ب 89 درهم راه محال تلقاها. العيانين اللي كيكونوا في السوق راه اغلبيه كيكونوا 100 درهم 70 درهم، ولكن لا كاليتي ديالهم طايحه بزاف. دونك هادشي اللي كاين، كان هذا هو التوب 5 ديال خمسه ديال الاكسسوار ديال الدراري. كيف ما قلت لكم توصل لا فيديو ان شاء الله نيشان 5000 لايك. دونك كلكم ديروا بوز وديروا لايك، غادي نجي ان شاء الله من موراها خمسه ديال
الاكسسوار ديال الدريات حتى هما، وفي نفس الوقت غادي نجيب الحوايج ديال فصل الشتاء. عندكم شي افكار اخرين ديال الحوايج ديال الاكسسوار صبابط مثلا ولا سبرديلات قولوا عليا في لي كومونتير تحت لا فيديو. كنتمنى نهاركم يكون داز بخير وعلى خير. لاول مره كيتفرج فينا تابونا في لو بوطون اللي كاين لتحت، اكتيفي وحده داك الجرس باش يبقى ديما يجيكم الجديد ديال اجين سوق. السلام عليكم.